مساء النور تركي. ألف مبروك، أنت على الهواء. الله يبارك فيك، أحب أمسي بالخير على الضيوف الموجودين. أنا والله ماني عارف معاي فهد الهريفي ومحمد الدعية. مين؟ فهد الهريفي ومحمد الدعية. طبعا أحب أول شيء أقول للكابتن محمد الدعية خارج لك، والكابتن فهد الهريفي ألف مبروك. مبروك لك يا حمد. أقل شيء نقدمه لجماهير نادي النصر والأمير فيصل بن تركي الكاس هذا، يعني بحكم أنه أقرب منافسة كاس السوري العهد، وإن شاء الله القادم أفضل وأحسن إن شاء الله. محمد، متى أصعب لحظة مريت فيها في المباراة؟ متى حسيت أن المباراة بدأت تروح منك؟ ما أسمعت مرة معلش. متى أصعب لحظة مرت عليك في مباراة اليوم؟ أصعب لحظة؟ بالعكس، بعد الهدف الهلال الأول كنت أقول للشباب إنه راح نقدر نجيب النتيجة ونفوز إن شاء الله، والحمد لله توفقنا وقدرنا نجيب التعادل والثاني. كانت صعبة المباراة عليكم محمد؟ أكيد بحد ذاتها مباراة ضد نادي الهلال أكيد صعبة، بس الحمد لله الشباب سهلوها وسوجونا باللقب. ألف مبروك يا كابتن، ألف مبروك. الجماهير النصراوية تسأل خايفين على الدوري، إنه هذه البطولة ممكن تحطكم في نشوة كبيرة تضيع منكم التركيز في الدوري. إحنا في البداية كنا مركزين على الدوري وما كان هدفنا كأس العهد، وجات في ظروفها، يعني الكأس العهد هو اللي كان رهبان في نادي النصر، والحمد لله أهم شيء الفوز وإحراز اللقب ونافس على الدوري إن شاء الله. ألف مبروك، تستاهل يا كابتن، قدم مستوى من بداية الموسم. محمد طبعا في الحافلة كل شوي حيعطينا لاعب أبو عبد العزيز السهلاوي. أول شيء أبارك له طبعا البطولة، وأعتقد يمكن هو من الجيل اللي لعبت أنا طبعا فهد يمكن ما يذكر إلا بلاشة الفيديو، لكن أنا لاعب من قدام ومسجل علي، لكن اللي عجبني في محمد أنه دائما رده يكون في الملعب، يعني أعتقد مستواه ثابت الموسم هذا والموسم الماضي وحتى يوم انتقل النصر، يعني قاعد يقدم مستوى، يعني صراحة لابد اللاعب المحترف أنه يقتدي بمحمد السهلاوي. غير كذا انه في اشياء خارجيه، يعني دائما زياراته الخيريه، اعتقد المدارس والجامعيات، اعتقد هذه بعد برضه تعكس احترام اللاعب. يمكن اللاعب هذا اعتقد انه يمكن صفقه ناجحه لفيصل بن تركي، قاعد يعطي دروس مجانيه للاعبين. في عندنا لاعبين للاسف الشديد لما تتصل عليه وتبي حضر مناسبه ولا شيء خيري تلقاه يعتذر ولا ما يرد عليك، لكن محمد اعتقد مع محمد الشلهوب يمكن احنا شفناه قبل المباراه هذه بعد حاضرين برضه انه لا تعصب، واعتقد ان هذه يمتاز محمد السهلاوي، واقول له ان شاء الله للامام لان احنا بحاجتك في المنتخب الاول. فهد والله معلش لازم اتذكر بدايه الموسم انت انتقدت محمد صحيح. السهلاوي، وكان انتقاد يعني وصف بانه كان قاسي تجاه محمد السهلاوي. اليوم محمد موجود يبارك لك بالبطوله على الهواء، ايش تبغى تقول لمحمد السهلاوي؟ شوف انت لازم تقول انا انتقدته وفي نفس الوقت مدحته اثناء ما كان عطاءاته جيده، يعني كثير من الحلقات انا شت بمحمد صحيح. في البدايات كان محمد يعني ما كان عندي، كان طموحي اكبر من اني اشوف محمد بافضل مما هو فيه الان. الان محمد ما شاء الله صار يسجل ويصنع، يعني اليوم انا كنت اتمنى في كوره يعني يدل على ما كنا نقوله اول، يعني حسن العرضيات بالمسطره ما شاء الله تبارك الله اللي سواها لإلتون. لو كنت اقول انه لو الراهب موجود كان اعتقد سجلنا الهدف الثالث وانحسمت المباراه، هذا يدل انه سواها مره ومرتين وثلاث، يعني انه لاعب متمكن حتى في صناعه اللعب. اثبت محمد السهلاوي الان ان النجم النصر الاول، مفاتيح الفوز والتالق والبطولات ما كانت في رجل محمد، وهذا ما اثبته اليوم. اعتقد ان الفريق ككل كلعب جماعي يعني ما شاء الله تبارك الله الفريق ككل ما تدري من تقول من هذا النجم الفريق، يعطيه العافية ومطلوب منه شيء كثير ويستغل وقته يعني وجيله أنه يحقق بطولات أكثر للنصر. طيب خلينا نشوف على دوري بلاس وين كانت تحركات محمد السهلاوي. جيبونا يا شباب لو سمحتم على الشاشة الدائرة الحمراء اللي كان يتحرك فيها محمد السهلاوي. محمد فهد كان يتحرك ما بين 18 الفريق الهلالي و18 الفريق النصراوي، يعني حركة مستمرة. يعني أنا أقول لك يعني يمكن أنه أقل مجهود له في هذا الموسم أعتقد مباراة الهلال، يعني كانت تحركاته قليلة ومشاركاته قليلة، النواحي الدفاعية كانت أكثر، يمكن أعتقد كان قليل الحركة لكن كثير الفائدة للفريق في الكرات الخطرة للنصر. أعتقد أنك تجد دائما خلفها محمد السهلاوي. مهم جدا محمد أنه
اول خط دفاع للفريق يبدا من راس الحربه؟ اكيد من الهجوم يبدا، من راس الحربه يبدا. لكن شوف محمد السلاوي ترى من اللاعبين الاذكياء والقليل اللي تشوف لاعب كراس حربه انه يقدر انه تشوفه يرجع كمدافع، بعض الاحيان يصير صانع لعب بر 18، يطبق التكتيك اللي يطلبه المدرب. اعتقد انه اليوم يمكن تقول لي ما ظهر محمد السلاوي، بالعكس يعني محمد السلاوي اعتقد انه يمكن قدم مستوى كبير اليوم، رجوعه لتصليحه للكور هذه كلها اعتقد انه يعني يمتاز محمد السلاوي، واعتقد انه من نجوم المباراه هو. طيب معنا على الهاتف